وللحديث أكثر عن تصعيد عملية قمع التظاهرات معنا من بغداد الناشط في التظاهرات إياد الرومي. سيد إياد، بداية أهلا بك. يعني شهيد في البصرة بنيران ميليشيا تطلق على نفسها اسم ثأر الله، وهذا الشهيد ارتقى ليلة أمس. باعتقادكم، ما هي دلالات هذا التصعيد في هذا الوقت بالذات الذي يؤكد فيه المتظاهرون يعني قرب انطلاق الموجة الجديدة من ثورة تشرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل الجماهير العراقية المنتفضة التي خرجت ولن تعود حتى استرداد الحقوق المسلوبة التي سلبتها هذه الأحزاب الحكومات المتعاقبة لسنين عجاف. حقيقة للصبر حدود، وأحنا قلناها مرارا وتكرارا أنه الصبر حدود. ولكن يا سيدي الفاضل، اليوم خروج المتظاهرين لم يخرجوا بمليونية، وهذا أنا أؤكد عليه دائما. اليوم خروج المتظاهرين هي إشارة لمن يقمع خلف صبات جسر الجمهورية في المنطقة الخضراء بأن للانتفاضة قلب ما زال ينبض. ولم تمت هذه الانتفاضة، ولن نعود حتى استرداد الحقوق المسلوبة. سيد إياد، باعتقادكم، ما هي الرسائل المراد إيصالها إلى عموم المتظاهرين خصوصا من الميليشيات التي تواصل قمع التظاهرات، سواء بتكثيف الهجمات أو بعمليات الاغتيال التي تقع بين الفينة والأخرى؟ أنا سأجيبك على أسئلتك يا سيد الفاضل، ولأكمل إذا تسمحت. عفوا. لذلك احنا خرجنا وفق الماده 38 من الدستور سلميين، وسنبقى سلميين. بالنسبه لما يحدث اليوم في المحافظات المنتفضه من محاوله لاجهاض هذه الانتفاضه، نحن نقول لن تنثني راياتنا فوق العلا هاماتنا، سنبقى وسنستمر حتى اخر نفس. سنبقى وسنستمر حتى استرداد الحقوق المسلوبة. وسنبقى سلميين، لأن ابتسامتنا بوجه جلادنا تقتله. سنبقى سلميين ونحافظ على الأراضي العراقية. سنبقى سلميين وسنحافظ على الأملاك العامة والخاصة. نحن ضد كل شخص يتعدى أو يحرق أي شيء عائد للأملاك العامة أو الخاصة. ونحن ضد أي شخص يتعدى على أبنائنا في وزارتي الدفاع والداخلية. ومن هنا نناشد أبنائنا في وزارتي الدفاع والداخلية، نقول لهم أنتم أبناء العراق النشامى، أنتم أبناء العراق العزيز، عليكم أن تقفوا مع إخوانكم المنتفضين السلميين. نعم سيد إياد، لضيق الوقت دعني أنتقل بك إلى السؤال التالي. يعني التعنت الحكومي وسياسة تجاهل مطالب المتظاهرين في مختلف الساحات في العراق وعموم المحافظات العراقية طبعا، كيف يقابل المتظاهرون وأبناء ثورة تشرين هذا التعنت والتعامل الحكومي؟ سيد إياد، هل لا تزال معنا؟ نعم أنا معك. هذا التجاهل هو اللي خلى النشامة صابرين لمدة سبعة أشهر في ساحات الاحتجاج. كانت مظاهرات، ثم تحولت المظاهرات إلى اعتصامات، ثم تحولت الاعتصامات إلى انتفاضة. هذا كله بسبب التسويف والمماضلة. الأحزاب الحاكمة اليوم تعتقد بأن المواطن العراقي جاهل، لا يعلم ما يحدث خلف الكواليس وفي المطابخ السياسية التي يعملون بها. ولكن اليوم سمعنا أخبار نعتقد أنها جيدة ونتمنى أن تكون صحيحة، أن يقال بأن رئيس مجلس الوزراء المؤقت اليوم حاسب وشن حملة على اللي ذكرتم قبل قليل، هذه الميليشيات التي تقتل المتظاهرين. إضافة إلى ذلك، هناك معلومات تتحدث عن تواصل القمع من قبل الميليشيات المختلفة للعديد من المتظاهرين في
العديد من الساحات أيضا. على أي حال، ننتقل إلى السؤال الأخير وفيما يتعلق بسياسة تدوير الوجوه في العراق ورفضها من قبل المتظاهرين، متى ستعي الطبقة السياسية المتحكمة بزمام الأمور في العراق أن سياسة تدوير الوجوه أصبحت غير مجدية مع الشارع العراقي؟ تفضل. صراحة سيد الفاضل، هنالك لنا خروج آخر اليوم، بس فقط أكرر، اليوم مو مليونية، المليونية بعد زوال كورونا، هذه واحد. ثانيا هنالك ثورة انتخابية قادمة، لكن على شرط يكون هنالك قانون انتخابات حقيقي، قانون انتخابات حقيقي ومفوضية انتخابات مستقلة وليست مستغلة. وهنا أكرر أيضا، إننا سلميين ولم نخرج لإسقاط الدولة العراقية أبدا. الدولة العراقية بيتنا كبير، لن نسمح لأحد أن يحاول هدم هذا البيت. إحنا عراقيين وسنبقى عراقيين ونحافظ على بيتنا العراقي. وصلت الفكرة. الناشط في التظاهرات العراقية أستاذ إياد الرومي، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.